السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم ابناء التلاميذ بنات التلميذات الى درس جديد من دروس ماده اللغه العربيه الخاصه بالجذع المشترك الادبي في مجزوءتها الثالثه في الموسومه بالشعر العمودي درسنا اليوم اعزائي قصيده غزليه للشاعر مالك بن المرحل عنوانها كما ترون بحر الهوى وقبل ان نقرا قصيدتنا وقبل ان نقف عندها ملاحظه وفهما وتحليلا وتركيبا دعونا بدايه نتذكر بعض المعطيات المتعلقه بمفهوم الشعر درستم اعزائي ان الشعر في حده الادنى عبارة عن كلام موزون مقفا دل على معنى ويتأسس في عمقه على عنصر الخيال الذي يتجلى في التصوير الفني وقفتم أيضا عند أغراض الشعر ومن الأغراض التي وقفتم عندها غرض المدح وغرض الوصف واليوم إن شاء الله سنقف للمرة الثانية عند عند غرض الغزل كما ستقفون إن شاء الله عند أغراض أخرى مستقبلا والحديث هنا عن الرثاء والهجاء والفخر أعزائي ان اول مرحله يجب ان نقف عندها هي ملاحظه النص دعونا اولا نحدد نوعيه النص من خلال تامل الشكل الطباعي هذا نصنا تامله جيدا لاحظوا ان شكله الهندسي يشي منذ البداية بأننا أمام قصيدة شعرية وتعلمون طبعا بأن الشعر إما أن يكون عموديا وإما أن يكون حرا أقصيدتنا إذا ضمن الشعر العمودي أم الشعر الحر تأملها جيدا لاحظوا أولا أن قصيدتنا تتأسس من حيث الشكل على ما يسمى نظام البيت لاحظوا أيضا أن هذا البيت يتشكل من شطرين اثنين هذا الشطر الأول يسمى صدرا وهذا يسمى عجزا لاحظوا أيضا أن قصيدتنا تنتهي بحرف واحد حرف العين ذلك الحرف هو الذي نسميه رويا إذا استنادا إلى هذه العناصر التي أشرنا إليها استنادا الى هذا الشكل الهندسي الذي وصفناه الان يمكننا ان نقول ان قصيدتنا هذه عباره عن قصيده شعريه من الشعر العمودي اعزائي وجب هنا ان انبه الى مساله مهمه جدا وهي مساله التصريع عودوا مع الى القصيده لاحظوا البيت الاول تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي لاحظوا أن البيت الأول قافيته أو عروضه تنتهي بنفس الحروف التي ينتهي بها الضرب في العجز هذا التناسب الحاصل بين آخر الصدر وآخر العجز هو الذي نسميه التصريع وهو اتفاق قافية الشطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة. دعونا الآن أعزائي نقف عند صاحب قصيدتنا. من هو صاحب قصيدتنا هذه؟ إنه الشاعر أبو الحكم مالك بن المرحل. ولد بسبتة عام 604 للهجرة. شاعر وأديب مغربي شغل منصب القضاء بغرناطة خلف تراثا معرفيا متنوعا من شعر ونحو وفقه توفي بفاس سنة 699 الآن أعزائي فلنقف عند عنواننا بحر الهواء لنناقشه أولا من الناحية التركيبية ثم نقف عنده دلاليا، تأملوا جيدا، ما العلاقة الجامعة بين كلمة بحر وكلمة الهوى من الناحية التركيبية؟ لاحظوا أن كلمة بحر هنا مرفوعة وكلمة الهوى مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذا فالأول مرفوع والثاني مجرور وهذا يدل على أن العلاقة الجامعة بين اللفظ الأول واللفظ الثاني هي علاقة إضافة الكلمة الأولى عبارة عن مضاف والكلمة الثانية عبارة عن مضاف إليه إذا نحن أمام مركب إضافي الآن أعزائي ما العلاقة بين البحر والهوى البحر معلوم ماذا نقصد بالهوى نعم الهوى يراد به الحب والعشق والشغف لكن ما علاقة البحر بالحب وما يجري مجراه من شغف وهيام وغير ذلك ما العلاقة الجامعة بين الكلمتين أعزائي إن المتأمل في هذا العنوان من الناحية الدلالية سيكتشف ان مشاعر القلب عفوا ان مشاعر الحب والعشق تملا قلب المحب والعاشق وتتارجح بين الوصال والصدود كما يملا الماء البحر ويخضع لحركتي المد والجزر إذن هناك تناسب بين المعاني التي يشي بها البحر والمعاني التي يشي بها الهوى أعزائي الآن دعونا نقف عند بيتي القصيدة البيت الأول والبيت الأخير يقول شاعرنا في البيت الأول تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وفي البيت الأخير يقول شاعرنا وتبكي دما عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي ما المشاعر التي يحس بها شاعرنا هنا؟ أشاعرنا يحس بالاطمئنان أم بالاضطراب؟ تأملوا جيدا تبكي روحي احشائي يشكو النوى قلبي اذا فالسياق هنا سياق اطمئنان ام سياق اضطراب؟ لا شك انه سياق اضطراب سياق توتر اذا شاعرنا هنا يعاني يتعذب وهذا يجعلنا نسال ما السبب في عذابه؟ تاملوا ماذا يقول في البيت الاخير. ويشكو النوى قلبي والنوى في اللغه اعزائي هو البعد وحدث هنا تقديم وتاخير فالاصل ان يقول ويشكو قلب النوى اي ان القلب فاعل هنا والنوى مفعول به فالاصل ان يقول ويشكو قلب النوى ماذا يشكو القلب يشكو النوى يشكو البعد والبين فشاعرنا اذا اعزائي يتعذب يتالم جراء بعد من لا شك انه يقصد هنا حبيبا او محبوبة ما دام الغزل ما دام السياق هنا سياق غزل اذا يمكننا القول ان البيتين يشيران الى حالة العشق والهوى التي تملكت وجدان الشاعر والى ما يترتب عن ذلك من سهاد واكتئاب في سبيل تحقيق الوصال واستنادا إلى كل هذه المعطيات يمكن أن نفترض الفرضية الآتية لنقول بناء على العنوان وقد شرحناه سلفا والبيتين الأول والأخير هما نفترض أن موضوع القصيدة يتناول حالة الشاعر الوجدانية وهو يتخبط في العشق والهوى الآن أعزائي دعونا نقف عند قصيدتنا يقول مالك بن المرحل يتغزل تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تفيض أدمعي فلما فنى صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مضجعي شكوت شكوت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا انت في الحب مدعي وعندي شهوذ بالصبابه والاسى يزكون دعواي اذا جئت ادعي سهادي وشوقي واكتئابي ولوعتي ووجدي وسقمي واصفراري وادمعي ومن عجب اني احن اليهم واسال شوقا عنهم وهم معي وتبكي دمن دم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين اطلعي هذه ابيات قصيدتنا اعزائي قبل ان نقف عند دلالاتها دعونا اولا نشرح بعض الكلمات المستغلقه اول الكلمات التي او اولى الكلمات التي تستوقفنا هنا كلمه طرفي ويراد بها عيني. قال شاعرنا ايضا احشائي ويراد بها ما بداخل البطن. قال ايضا تيهتموني اي جعلتموني تائها جفوني يراد بها عفوا جفوني يراد بها ابتعدوا او ابتعدوا عني. ثم الصبابه ويراد بها في القصيده الحب المجنون والوله اما الاسى فيراد به الحزن والهم ثم سهادي ويقصد بها ارقي اما الوجد اعزائي فهو الهيام والشغف واما السقم فهو المرض واما النوى فقد شرحناه سلفا ويراد به البعد، فلنعد إلى قصيدتنا. تأملوا مطلع القصيدة، إن شاعرنا يعترف بأمر مهم جدا، ما هو في نظركم أعزائي. لاحظوا إن شاعرنا يعترف بأن عقله وطرفه وبسمعه قد تملكه أحدهم. وقد خاطبه هنا بضمير الجمع للرفع من شانه وهو واحد مفرد فقال تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي حوسه كلها قد تملكها وروحي واحشائي بل كلي وكلي باجمعي حتى صار شاعرنا اعزائي تائها وتيهتموني ويحدثنا الشاعر ايضا بانه ان احبته الذين فارقوه طلبوا منه واوصيتموني طلبوا منه الا يبوح بالسر الا ان ادمعه كشفت عن هذا السر وباحت به فلما انقضى صبره فلما فنى صبري وقل تجلدي والتجلد في اللغه هو الصبر وفارقه نومه ومضجعه ما عاد يرغب في صاحبه وفارقني نومي وحرمت مضجعي ماذا فعل شاعرنا؟ شكوت لقاضي الحب ذهب الى قاضي الحب والحدث هنا طبعا حادث او حاصل في مخيله الشاعر طبعا شكوت لقاضي الحب قلت احبتي قال القاضي وما بهم قال جفوني وقالوا انت في الحب مدعي لا شك ان القضاء يقتضي شهودا يقول شاعرنا وعندي شهود بالصبابه والاسى يزكون دعواي اذا جئت ادعي بل له شهود اخرون يقول سهادي وشوقي واكتئابي ولوعتي ووجدي وسقمي واصفراري وادمعي هؤلاء جميعهم يث شهود يثبتون ما قلته لك ايها القاضي ومن عجب ان شاعرنا يتعجب ومن عجب اني احن اليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وهذا غريب جدا. شاعرنا يحن إلى أحبته وهم معه، وتبكي دما عيني، عينه لا تبكي دموعا بل تبكي دماء وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي، قلبه يشكو بعدهم وهم بالقرب منه، وهذا غريب جدا لذلك الشاعر هنا يتعجب ومن عجب اعزائي استنادا الى كل ما ذكر هنا يمكننا ان نقول ان شاعرنا في قصيدته هذه يصور حالته النفسيه والوجدانيه التي يعيشها تحت وطاه العشق والهوى مخاطبا احبته الذين تملكوا روحه وعقله وشاكيا بعدهم وما يقاسيه من سهاد واكتئاب متمنيا وصالهم وقد صاغ الشاعر التعبير عن هذه العواطف في قالب فني يترجم لوعته وسهاده ويراعي خصائص قصيده الغزل في الشعر العربي شكلا ومضمونا. الان اعزائي دعونا نكثف هذه الدلالات كلها اولا في جملة واحدة، ما اقتراحاتكم؟ فلنسمع إلى هذا الاقتراح. يتغزل الشاعر بمحبوبته ويكشف عن العذابات التي يحس بها جراء بعده عن أحبته. دعونا الآن نكثفها في كلمتين. لا شك أن جميعكم سيقول: عذابات الهوى أو عذابات النوى أو عذابات الحب وما يجري مجرى هذه العبارات الآن فلنكثفها في كلمة واحدة ولا شك أن جميعكم سيقول النوى العذاب الهوى أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات لنمر الآن إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحليل النص. وأول ما يجب أن نقف عنده هو الحقول الدلالية. وإذا رجعنا إلى قصيدتنا فسنجد أن معجمها يتوزع إلى حقلين دلاليين هما حقل الحب وحقل المعاناة. فيه. ومن الألفاظ التي تدل على الحب قول شاعرنا تملكتم عقلي وطرفي تيهتموني بحر الهوى الصبابه وجدي فهذه اعزائي الفاظ تدل على حقل الحب. حقل المعاناه ورد في النص او وردت في النص مجموعه من الالفاظ والعبارات التي تدل على حقل المعاناة وهذه بعضها تفيض أدمعي فنا صبري قل تجلدي فرقني نومي حرمت مضجعي شكوت جفوني الأسى سهادي شوقي اكتئابي لوعتي صفراري أدمعي وغيرها من الكلمات فيه. فكلها تدل على حقل المعاناه السؤال الان اعزائي ما العلاقه الجامعه بين هذا الحقل وهذا الحقل نعم ان كثيرا منكم سيشير الى ان العلاقه الجامعه بين هذين الحقلين هي علاقه سببيه العلاقه الجامعه بين الحقلين علاقة سببية بحكم أن الحب هنا كان سببا في معاناة الشاعر. المرحلة الثانية من مرحلة التحليل أو الخطوة الثانية من مرحلة التحليل هي خطوة الصور الفنية. تأملوا معي هذه العبارات. يقول شاعرنا: فباح بما أخفي تفيض أدمعي. وقال أيضا وعندي شهود بالصبابة والأسى، وقال أيضا وتبكي دما عيني، وقال أيضا ويشكو النوى قلبي، ويشكو قلبي بحذف المتعلق بالفعل. تأملوا العبارة الأولى. فباح بما أخفي تفيض أدمعي. أعزائي إن هذه العبارات كلها أولا تتضمن ما يسمى في حقل البلاغة الاستعارة والاستعارة في عمقها لا بد لها من مجموعة من الأركان أولها المستعار له ثانيها المستعار منه ثالثها العلاقة رابعها القرينة ثم استنادا إلى كل هذا نحدد نوع الاستعارة لا سيما العنصر الثاني وهو المستعار منه تأملوا جيدا يقول شاعرنا فباح بما أخفي تفيض أدمعي هل الأدمع تبوح البوح هو الكشف فهل أدمع هل هل أدمع الشاعر فعلا من في واقعا تبوح إطلاقا لأن البوح والكشف هو صفة أو هما صفتان من صفة الإنسان إذا فالأدمع هنا مشبهة بالإنسان هل ذكر الإنسان هنا اطلاقا يعني هذا ان المشبه هنا هو الادمع والمشبه في الاستعاره نسميه المستعار له والمشبه به في الاستعاره نسميه المستعار منه هل هل المستعار منه هنا مذكور اطلاقا اذا فالمستعار له هنا هو الادمع والمستعار منه محذوف وهو الانسان تقديرا والعلاقه دائما التي تجمع بين المستعار له والمستعار منه دائما هي علاقه المشابهه لان الاصل في الاستعاره انها تشبيه حذف احد طرفيه تذكروا هذا جيدا والقرينه التي القرينه التي تحيل الى هذا المحذوف هنا هي قوله باح لان البوح هنا صفه من صفات الانسان وهي قرينة لفظية أو مقالية لأنها ذكرت لفظا أما نوع الاستعارة هنا فكتب هنا استعارة مكنية ما السبب؟ طبعا درستم في درس الاستعارة أن الاستعارة نوعان اثنان استعارة مكنية واستعارة تصريحية الاستعارة التصريحيه هي التي يحذف منها المستعار منه عفوا هي التي يذكر فيها المستعار منه والاستعاره المكنيه هي التي يحذف منها المستعار منه ويذكر فيها المستعار له. الاستعارات الاخرى ايضا وعندي شهود بالصبابه والاسى، شاعرنا هنا شبه الصبابه، شبه الصبابه بالانسان واعتبرها شاهدا يشهد من باب الاستعاره المكنيه ايضا كما ترون. الاستعارة الثالثة أيضاً هنا لاحظوا معي شبه الدموع لأن العيون لا تبكي دماً وإنما تبكي دموعاً فشبه الدموع بالدم من باب الاستعارة المكنية أيضاً والقرينة دائماً قرينة لفظية وفي المثال الرابع قال ويشكو قلبي ويشكو قلبي فالشكوى للإنسان فشبه القلب بالإنسان على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة هنا أيضا قرينة لفظية مقالية وهي قوله يشكو تأملوا أعزائي إذا رجعنا إلى هذه الاستعارات أو إلى بعضها فسنجد أنها استعارات تشخيصية لأن شاعرنا أسند بعض الصفات الإنسانية إلى أشياء مجردة وهذا يذكرنا بما يسمى فلسفيا أنسنة الطبيعة عودة إلى القصيدة أعزائي سنجد أن شاعرنا وظف مجموعة من المحسنات البديعية مثل الطباقي. الطباق طباق السلب هنا لا أبوح باح وتعلمون أن طباق السلب هو الجمع بين الشيء ونفيه وطباق الإيجاب باح أخفي أيضا وظف الجناس تيمتموني أوصيتموني طلبوني سجنوني والجناس كما تعلمون واجتماع الجمع بين لفظتين متشابهتين من حيث اللفظ واختلافهما مع, مع الاختلاف في المعنى وظف أيضا الترادف في مثل قوله كل أجمع صبر تجلدي فارقني حرمت هذه المحسنات كلها أعزائي ساهمت في إغناء الإيقاع الداخلي للقصيدة ختاما او اخر مرحله من مرحله التحليل هي مرحله اللغه والاساليب وإذا عدنا إلى القصيدة فسنسجل ما يلي أن شاعرنا وظف لغة إيحائية مشبعة بالتخيل والانزياح مع تسجيل هيمنة مطلقة للأسلوب الخبري وغياب تام للأسلوب الإنشائي وقد وظف شاعرنا اللغة الإيحائية لأن المقام مقام شعر ووظف الأسلوب الخبري لأنه في حاجة إلى البوح وإخبار المتلقي بعذابات الهوى والنوى اخيرا اعزائي اذكركم باهم الخطوات التي يجب ان نتبعها لانتاج تركيب وتقويم واولها تحديد نوعيه النص والاشاره الى صاحبه ثم الاشاره الى مضمون القصيده بايجاز ثم الاشاره الى بعض الخصائص الفنيه المميزه للقصيده ثم ختاما يجب ان نعبر عن موقفنا الشخصي من القصيده شكلا ومضمونا مثل هذا العمل الذي سنختم به حصتنا هذه ان نصنا عباره عن قصيده شعريه غزليه للشاعر المغربي مالك بن المرحل عبر فيها عن المعاناه التي تكتنف فؤاده جراء بعد احبته عنه وجراء الشغف والهيام اللذين يكنهما لمحبوبته ولبيان هذه المعاناه وظف شاعرنا حقلين اثنين هما حقل الحب وحقل المعاناه جمعتهما علاقه سببيه فضلا عن توظيفه مجموعه من الاستعارات التشخيصيه التي نقلت الينا مشاعر المعاناه التي يحس بها الشاعر دون ان نغفل توظيفه للاسلوب الخبري الذي اعانه على البوح والكشف والتطهير كما يسميه ارسطو بهذا نختم اعزائي درسنا هذا الى اللقاء في درس قادم